اكدت سعاده الدكتوره جليله بنت السيد جواد حسن وزيره الصحه على اهميه الصحه النفسيه وضروره نشر الوعي التام حول جوانبها اضافه الى اهميه مواصله تضافر الجهود المجتمعيه بين جميع القطاعات ذات العلاقه من اجل رفع مستوى الخدمات النفسيه الصحيه باعتبارها ركيزه اساسيه من ركائز تحقيق مفهوم الصحة الشامل نعم جاء ذلك لدى افتتاح سعادة وزيرة الصحة لمعرض كن مطمئنا الذي نظمه مستشفى الطب النفسي تحت شعار الصحة النفسية والرفاه أولوية عالمية للجميع تضمن المعرض محطات توعوية متعددة كمحطة الإرشاد والتثقيف والاختبارات النفسية ومحطة لخدمات التمريض ومحطة ترفيهية للأطفال بيّنت سعادتها أن وزارة الصحة قد أولت قطاع الصحة النفسية اهتماما بارزا من خلال دعم كافة البرامج والمبادرات المرتبطه بتعزيز الصحه النفسيه